السعرات الحرارية في عسل اسود الرشيد الميزان. والعسل الاسود او دبس السكر الاسود فيه مضادات اكسده بتساعد في التحكم في الوزن وتقليل من خطر السمنه، وبتلعب دور في التنحيف وتقليل دهون الجسم من خلال تقليل امتصاص السعرات الحراريه في الاطعمه الغنيه بالدهون. وطبعا سعراته الحراريه عاليه، وينصح بتناول معلقه صغيره في اليوم. المعلومات الغذائيه في عسل اسود الرشيد الميزان: لل 100 جرام السعرات الحراريه 300 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 75 جرام، دهون زيرو. المعلومات الغذائية في عسل اسود الرشيد الميزان: لمعلقة صغيرة بوزن 4 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 12 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 3 جرام، دهون زيرو. المعلومات الغذائية في عسل اسود الرشيد الميزان: لمعلقة كبيرة بوزن 11 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 33 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 8.2 جرام، دهون زيرو. المعلومات الغذائية في عسل اسود الرشيد الميزان: لكوب بوزن 325 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 975 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 243 جرام، دهون زيرو. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات. وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد حول الصحة والتغذية، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.